وأنتم تذكرون نجابة عبد الله بن الزبير عندما كان صبيا يلعب مع صبيان أهل المدينة، وجده عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المسلمين، وكان عنده تمرات التقطها من نخلة، ففر الأولاد من هيبة عمر إلا عبد الله بن الزبير جلس مكانه. فقال له: يا غلام، لماذا لم تفر مع زملائك؟ فقال المقولة الشهيرة: لم تكن الطريق ضيقة فوسع لك، ولم أكن مذنبا فأهرب منك. شوف الجواب، وهذا صبي كان صغير، دل على نجابة. ثم بجانب هذا رأى معه عمر في ثبانه في ثوبه لاقى التمر أو رطبات، فقال له: من أين أتيت بها؟ لعلك سرقتها من أموال الناس. قال: لا يا عمه، إن نخلة مشرفة طالعة برا يعني من الجدار تسقط على الطريق، وإن الأطفال يلتقطون منها، وقد التقطت منها، وصاحب المزرعة قد سمح بما سقط خارج سوره لمن أخذ منها، اللي يسقط على الدرب يعني. شوف كيف بعد أيضا يبين حجته. ثم قال له يا عبد الله بن الزبير، قال لعمر: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء الأولاد شياطين، فإذا خرجت عني هجموا علي وأخذوا تمري أو رطبي، فهلا أوصلتني إلى بيت أبي؟ شيء تحميني يعني. شوف نجابة الأولاد. فتبسم عمر وحمله معه حتى أوصله إلى دربه أو إلى بيته. فنجابة الأولاد تظهر هنا، تظهر من هذه المواقف الطيبة. فانظر إلى ولدك سبعا في ريحانته ودلاله، ثم خادما سبعا عوده على أن يعمل، يتعود في استقبال الضيوف، يتعلم العادات، يتعلم الآداب، يتعلم آداب المجالس، يتعلم آداب احترام الكبار ومراعاة الصغار، وهكذا. هذه آداب لازم أن يعلم إياها. كيف يخدمك وقد أهملته؟